اليوم بيننا أولادك بإذن حفظهم الله. الله تعالى، والأحفاد نسأل الله أن يحفظهم بحفظه وأن آمين يبارك لكم فيهم وأن يقر عينك بهم. آمين يعني آمين جميعا إن شاء الله. يعني قبل أن نخوض كذلك في الصعوبات التي واجهت المعهد وكذا، نحب أن نتعرف على الشباب تبارك الرحمن. ممكن نتعرف على أخي الكريم الأول ابنكم. زهير لقماتي، خريج كلية العلوم قسم الحاسب الآلي، الآن أشتغل مهندس حاسوب في إحدى الشركات النفطية. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. طيب نشوف الأولاد ما شاء الله، أين أولادكم يعني أخ زهير؟ يوسف 5 سنوات ما شاء الله، ورؤى لها 8 سنوات. ربي يحفظهم ويبارك فيهم. الله يبارك فيك. ابن الأكبر هذا ابن أكبر شيخنا. نعم. ياسر زهير. زهير زهير. نعم. زهير ابن أكبر. نعم، سميته على الفاتح لشمال أفريقيا زهير بن قيس البلوي ما شاء رحمه الله. الله ما شاء الله، وإن شاء الله هو كذلك والله فاتح إن شاء الله. إن شاء الله يفتح الله على يديه إن شاء الله. يعني عنده يعني نشاطات. نعم، اختيار الاسم مقصود يعني زهير. نعم نعم نعم. أما أخوه ياسر فقد سميته على ياسر بن عامر، وهو من السابقين للإسلام. نعم. وللعمار بن ياسر. نعم نعم. طبعا طيب ياسر حابين نتعرفوا عليك حتى انت يعني بارك الله فيك، تفضل. ياسر مهندس، درست الهندسة المدنية في جامعة طرابلس، خريج 2006، أشتغل في مجال الاتصالات. ما شاء الله، سأل الله ينفع بك ويوفقك لكل خير. بارك الله فيكم. أخ ياسر بارك الله فيك. نشوف الأولاد هنا ما شاء الله، أين هم أولادكم يعني؟ ابنتي الكبيرة رهف، رهف. وابني أيوب. رهف وأيوب صلى الله يحفظهم ويبارك فيهم. 5 سنوات و2 سنين. صلى الله يبارك لك فيهم ويحفظهم بحفظه. طبعا ما سألتش حقيقة زهير، يعني ممكن نسمع منك يعني ماذا يعني لك الوالد؟ أنت الآن تخصصت تخصص ضعيف كل الوالد يعني تخصص الشريعة واللغة العربية، والوالد مهتم يعني برسالة الماجستير في السودان للصوتيات، وكذلك ذهب إلى أمريكا. يعني أنت لماذا اخترت هذا الطريق يعني؟ والله هو قدر يعني، هكذا القدر يعني. نعم نعم. والوالد كان خلانا لراحتنا يعني، ما ضغطش علينا نكونوا في مجال معين. نعم. لكن كان يحرص دائما نتعلم القرآن الكريم يعني. وأذكر كنا صغار يعني، كان كل ما نركب السيارة كان يسمع لنا في القرآن، وكان مهتم يعني بجانب كنا أطفال نقرأ قرآن دائما. لكن حكم القدر يعني. أنت سعيد في تخصصك هذا وحفظتم القرآن والله لك؟ حفظت نصه للأسف. النصف لا ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. المهم المراجعة أهم شيء يعني، مراجعة القرآن والعمل به. الله يحفظكم بارك الله فيك. نسمع من ياسر. طبعا لكم من القرآن ما شاء الله يعني. القرآن في المسجد، مجموعة مساجد. نعم. من بداية الجامعة ولاية محمد إلى جامعة ما شاء الله، جامعة ولاد الحاج. الله ما شاء الله. الله يبارك. وحفظت ولا حتى نصف مثل زهير؟ مشاغل الدراسة. إيه طبعا يكون صعب صح. لكن يدرس القرآن إن شاء الله. طيب ماذا يعني لك الوالد يعني في حياتك؟ والله هو المرشد يعني. الله أكبر. نستمع بنصائحه دائما يعني. يعني يبدو أن الشيخ يعني يبدو لازم أدق التفاصيل. ممتاز. في متابعة يعني. متابعة. مهمة جدا، مهمة جدا المتابعة هذه. نعم، يبدو الشيخ أنه ليس شديد معي يعني، يعاملكم معاملة فيها اللطف والرقة واللينة، هكذا يبدو الشيخ يعني حفظه الله. بارك الله فيه. نعم، نسأل الله يحفظك ويبارك فيه. كنا نختم الختمة كل جمعة يعني في صغرهما، يعني حفظ إلى سورة التحريم، من الفاتحة إلى سورة التحريم، يعني من الناس إلى سورة التحريم قبل أن يدخل المدرسة وهما في ال5 سنوات. ثم بعد ذلك أكمل إلى النصف تقريبا وتوقف تفرغ. لكن لا نعم، لكن الحمد لله يعني يقرأ القرآن ب يعني طلاقة وبشكل صحيح. أكيد الحمد أكيد لله أكيد. وكنت أنا أقرأ الختمة، أختم كل أسبوع، فيوم الجمعة صباحا
نجتمع ونختم الختمة في الجزء الأخير يعني. ما شاء الله الحمد لله. تتنزل الرحمات والسكينة في البيت وينشأ الأولاد نشأة طيبة مباركة لها أثرها يعني لها أثرها إن شاء الله. الحياة ومالك والربيع حفظ القرآن والحمد لله، لكنهم الآن في الخارج يبدو أن الربيع الوحيد الذي سلك مسلك الوالد يعني الربيع تخصص في اللغة والله في الشرعيات في العلوم الشرعية في التفسير يعني حتى رسالته مطبوعة التي نال بها درجة ماجستير طبعتها له على حسابي والآن يحضر دكتوراه الحمد لله في العلوم الشرعية ما شاء الله. إذا هم الأولاد شيخنا كم عدد الأولاد الله يحفظهم ويبارك فيهم؟ هؤلاء الاثنان ومالك والربيع ويحيى وهو طالب في كلية الهندسة تبارك الرحمن والحمد لله الأولاد مجموعهم تبارك الله 5 أولاد ايه نعم صلى الله يحفظهم ويبارك فيهم.